جلسة اليوم عن المبدلات التشابهية الرقمية وتطبيقاتها. في عنا على البورد مجموعة من الحساسات مثل مقاومات توليد الجهد الخطي، حساس الإضاءة، حساس الحرارة، مقاومة الانتسي. رح نتعلم كيف نوصل مع المبدلات التشابهية الرقمية، نفهم المبدلات الموجودة في متحكمات AVR. طيب، معظم متحكمات AVR ابتداء من العائلة ميجا طبعا تمتلك على مبدل تشابهي رقمي متعدد الأقنية. أول معالج بيمتلك مبدلات تشابهية رقمية هو المعالج آتي ميجا 8، فيه 6 مبدلات تشابهية رقمية. في الحقيقة المعالج يمتلك مبدل تشابهي رقمي وحيد، وإنما 6 أقنية بيتم التبديل فيها إدخالها واحدة واحدة عن طريق مالتي بليكسر داخلها اللي بنشوفه في الداتا شيت. طيب، إيش هي الميزات اللي بتتميز فيها هاي المبدلات التشابهية الرقمية؟ الأول شيء إنه جميع المبدلات في متحكمات AVR 8 بت هي مبدلات بطول 10 بت. 10 بت يعني مجال العينات رح يكون من 0 لل 1023 عينة. فإذا كان في عندي جهد القياس هو من 0 لل 5 فولت، فدقة القياس رح تكون 5 على 1024، فبطلع معي تقريبا 5 ميلي فولت، وهو أصغر جهد يمكن قياسه 5 ميلي فولت. تمام؟ طيب، مجال القياس طبعا هو من 0 لل VCC. ايش المقصود VCC؟ جهد تغذية المعالج. خطأ القياس قال زائد ناقص 2 LSB، طبعا من LSB الخطأ. تمام؟ كمان خطأ عدم الخطية. تعرف انتم المبدلات التشابهية الرقمية في عندي عدم خطية، ليش؟ لأنه تكون إشارة تشابهية بعدهم تصير مدرجة، بتصير مثل أصفر يعني مدرجة تدريج. 1024 عينة رح تطلع مثل سنون درج. فعدم الخطية هو عبارة عن نصف LSB، كتير صغير، فالدقة رح تكون كتير عالية. تقريبا زمن أخذ العينات قال يتراوح من 13 ميكرو ثانية إلى 260 ميكرو ثانية. قال هذا يتعلق بتردد عمل المبدل التشابهي الرقمي، وبالدرجة الأولى بيتعلق بتردد الهزاز الفريستالي تبع المعالج. إذا جينا طلعنا على الجدول هون فرح نلاقي إنه أول عملية تحويل first conversion قال زمن مسك وأخذ العينات هو عبارة عن 14.5 دورة آلة. انتبه، بينما زمن التحويل العينات هو عبارة عن 25 دورة آلة. قال هي بالنسبة لإيش؟ لأول قراءة. قال بعدين بعد أول قراءة طبعاً المبدل اشتغل صلوا رن وتم تهيئته، قال القراءة الثانية والقراءات اللاحقة رح يستهلك الزمن مسك العينات وأخذها 1.5 دورة آلة، وزمن التحويل 13 دورة آلة. 13 دورة آلة. طيب منكمل، سرعة أخذ العينات 15 كيلو سامبل بير سكند، 15 ألف عينة في الثانية سرعة أخذ العينات. طبعا عند أعلى دقة، إذا خفضت الدقة بصير أخذ العينات أعلى. هلا نشوف شلون. في عندي تمتلك مبدل التشابه الرقمي في متحكم AVR على جهد مرجعي داخلي إضافة للجهد المرجعي الخارجي. احنا لما درسنا المبدل اقطاب المايكرو كنترولر شفنا انه في عندي قطب اسمه اي ريفرنس، وان هذا القطب انا مشان اوصل عليه جهد مرجعي للمبدل التشابهي الرقمي. طيب انا ممكن استغني عن توصيل جهد مرجعي خارجي؟ قال ايه، فيك تستعمل الجهد المرجعي الداخلي وقيمته 2.56 فولت، لكن مجال القياس صار عندي من شقد من الصفر لل 2.56. طيب اذا عندي حساس عم يعطيني في خرجه من الصفر لل 5 فولت، معناته ايش الجهد المرجعي لازم يكون مساوي. تمام، لانه بده يكون هذا عباره عن جهد المقارنه. المقصود بالجهد المرجعي هو الجهد اللي بدي اقارن معه عشان اقسم مجال التحويل. طيب، قال يمتلك المبدل نمطي عمل. قال النمط الاول هو سينجل، يعني لما بروح بقول له خذ قراءه اقرا لي قيمه المبدل بياخذ قراءه. قال النمط الثاني فري، قال دائما بشكل مستمر بيضل عمال بياخذ قراءات، كل ما سوى ابديت للقراءه الجديده بحط لي اياها بالمسجل، فانا بس بروح بقرا القيمه الجديده الموجوده بقلب المسجل تبع الاي دي سي. طبعا لا يحبذ استخدام نمط الفري، ليش؟ لانه بيولد لي ضجيج عالي وعم بستهلك طاقه اكبر، لانه المبدل دائما عمال بيشتغل. طيب انا اذا ربطت حساس حراره، تغيرات درجه الحراره كثير بطيئه، صح؟ فكل 5 ثواني لاخذ درجه حراره جديده، ليش اخلي المبدل عم يشتغل بسرعه كثير كبيره؟ يعني عم ياخذ لي خلال الثانيه 15000 ما بعرف عينه، ما بلزمني. بينما بقيس تيار، تيارات التيار كثير سريعه، فانا بيهمني ما كل مره اروح على المبدل ستارت وستوب والى ما هنالك، لا بدي اياه دائما ودائما اخذ تحديثات جديده. ليش؟ لانه زمن اخذ العينات بصير كثير صغير. اذا رجعنا للجدول اللي قبله فراح نلاقي انه 14.5 و25 هذا اذا كان اول قراءه.
طيب اذا كان عمال بشغله في نمط السنجل كل مره بده يعيدهم هدول نفسهم نفس بيستهلك نفس الزمن. اذا شغلته بالفري قال اول قراءه راح تستهلك هيك وبعدين القراءات راح تستهلك 1.5 و13 يبقى نص الزمن هون. هذا جزء من الزمن صار 10 الزمن بينما هون صار نص الزمن. بالسنجل دائما بيستغرق هذا الزمن، بالفري دائما عم يشتغل ما بيوقف وباي لحظه بتروح تاخذ القيمه الجديده باي لحظه بتروح تاخذ القيمه الجديده. طيب قال يمتلك كوحده محيطيه المبدل التشابه الرقمي يمتلك وحده مقاطعه داخليه. طيب نحن كل مقاطعه تتعلق بشكل اساسي كوظيفه بايش؟ بالوحده المحيطيه اللي عم تشتغل فيها. طب المبدل التشابه الرقمي ايش راح تكون مقاطعه؟ طبعا انا مقاطعه وحده هي اسمها مقاطعه اكتمال التحويل. قال انا قلت له المبدل التشابه الرقمي يشتغل فايش بده يعمل؟ ياخذ عينات سامبلينج بيمسك العينات وش يسوي لها؟ يسوي لها عمليه تحويل. طب مجرد ما خلص عمليه التحويل ايش بده يعمل؟ قال بيرفعني على مقاطعه بيقول لي انا انتهيت تاخذ القيمه الجديده. عشان ما دائما خلصنا عمليه التحويل؟ لا لسه ما خلصت عم بحول. خلصنا عمليه التحويل لما خلص؟ قال لا بس خلص بيقول لك تاخذ قيمه. فهي عباره عن مقاطعه انتهاء اكتمال عمليه التحويل. قال يمتلك نمط تخفيض الضجيج المبدل. هذا يتعلق في نمط المقاطعه راح نشرح عليه اما الجلسه اليوم في نهايه الجلسه او في الجلسه القادمه بنشوف كيف نحن ممكن نشغل المبدل التشابه الرقمي في نمط تخفيض الضجيج. قال تردد عمل المبدل يتراوح من 50 كيلو لل 1000 كيلو هرتز. طيب معناتها إشارة الكلوك اللي بدها تشغل المبدل التشابه الرقمي لازم يكون مجالها من 50 كيلو لل 1000 كيلو. طيب أنا هزاز الكريستاني عندي 8 ميجا شلون بدي أأمن؟ قال في معناتها متقسم ترددي داخلي متعلق بالمبدل التشابه الرقمي. يلا بنشوفه. قال المبدل التشابه الرقمي هو عبارة عن مبدل وحيد لكن بعدة تقنية مثل ما حكينا من شوي مستخدم دالة ماكس مشان ايش؟ مشان نبدل بين القناة اللي انا بحتاج لها. هلا بنروح على الداتا شيت بنشوفه. قال مو بس يعمل كمبدل سنجل اندد انبوت كمبدل اشارات عادية، قال يمكن ان تعمل كمبدل اشارات تفاضلية. الاشارة التفاضلية بيكون لها قطب موجب ولها قطب سالب فبستخدم قناتين. قال طيب معظم التطبيقات او الحساسات اللي بتعطيني خرجة اشارة تفاضلية، اشارات تفاضلية بيكون مجالها كثير صغير. ليش؟ لأنه الجهد هو عبارة عن الفرق بين جهدين. تمام؟ فإذا كانت الأولى على سبيل المثال 1.2 زائد 1.2 والثانية عبارة مثلا زائد 1.1 معناتها الفرق بيناتهم 100 ملي فولت. قال لهيك يمتلك داخليا وحدة ربح. قال ممكن أضرب لما بستخدمه كمدخل تفاضلي أضربه بواحد أو بعشرة أو بمية مضخم ربح. تعرفوا أنتم جميع المضخمات التفاضلية أو المضخمات التلاؤمية لما درستوها في قلبها دائرة ربح جين كي. فانت فيك تستخدم انه هو يكون مضخم تفاضلي مع معامل ربح يضخم لك الاشاره. تمام؟ فهذا قال يمتلك داخليا هي الميزه هي. لكن عموما استخدام المبدلات التشابه الرقميه في متحكمات اي في ار ما يستخدم كمضخم تفاضلي لانه تطبيقات كثير نادره تستخدمه كمضخم تفاضلي. مجرد ما رحت يعني في بعض الحساسات تحتاج لها خصوصا في الالكترونيات الطبيه تحتاج لمضخمات تفاضليه. خلينا نروح شوي للداتا شيت مشان نشوف البنية الداخلية للمبدل التشابه الرقمي. نجي هون على البنية. لاحظوا هاي الأقطاب الخارجية ADC 0 لل ADC 7 هي قنوات المبدل التشابه الرقمي الموجودة على أقطاب المايكرو كنترولر. طيب هاي القنوات وين داخلة؟ داخلة على مالتي بلكسر انبوت مالتي بلكسر. قال عم يبدل وبنتخب لي كم قناة؟ قناة وحدة. عمال بيدخل القناة ببعثها لوين؟ لوحدة التحويل ووحدة أخذ العينات، المقارنة وأخذ العينات عمال بيدخلها، وبالتالي إذا بدي ADC 0 بقول له انتخب لي القناة ADC 0 وين خذها ودخل لي إياها، طبعًا عندي 8 قنوات معناتها كم نقطة انتخاب بحتاج؟ 3، 2 هو 3 يساوي 8، بس نحن طالما عم نشتغل في الباسكون فهذا بيتم بشكل أوتوماتيكي، لاحظ هذا الماكس ديكودر، هذا اللي بنتخب لي القناة اللي أنا بدي أدخلها، طيب نجي على الجهد المرجعي، لاحظ الجهد المرجعي اللي ممكن أدخله عن طريق إيش؟ لاي ريفرنس او ايش ممكن اخذ؟ لاي في اس اس اي نفسه او ممكن اخذ انترنال 2.56 فولت كجهد مرجعي. فعندي ثلاث حالات، عندي ثلاث حالات للجهد المرجعي. انا ممكن اوصل جهد اخذ جهد مرجعي داخلي 2.56 فولت او ممكن انا استخدم جهد التغذيه تبع المبدل الاي في اس اس اي نفسه كجهد مرجعي. الاي في اس اس اي ايش قال؟ 5 فولت. او انا ممكن ادخل له اي ريفرنس، ممكن ادخل له 1 فولت جهد مرجعي. ليش؟ اذا كان مجال قياس الحساس كله من 0 ل 0.5 ليش استعمل مجال 5 فولت؟ فبالتالي مجال كله ضايع.
فبدخله جهد مرجعي قريب من ايش؟ من جهد القياس، مجال جهد القياس مشان احصل على اكبر دقه. مشان احصل على اكبر دقه. ليش عم نستخدم جهد المرجعي؟ مشان المقارنه، شوف جهد المرجعي وين عم بدخل؟ عم بدخل على وحده تحويل ديجيتال انالوج كونفرتر، عم بيحوله من جهد رقمي الى جهد تشابهي، وبيحطه في دائره اخذ العينات والمقارنه. ده له علاقه في بنيه المبدلات. درستوا مبدلات تشابهيه رقميه؟ بالدارات منطقية إيه له علاقة ببنية المبدلات. لاحظوا شباب إيش في عندي في القنوات ADC 012، شوف وين داخلين. نيجاتيف إنبوت مالتيبلكسر، قال هدول قنوات للمضخم التفاضلي. قال لما تستخدم مضخم تفاضلي حصل لازم تستخدم ADC في 0 1 2 3 بس. ولاحظ وين خرجون، وين داخل على دائرة مضخم ربح. ففيني أنا أتحكم عن طريق هذا الخط Gain Selection، أتحكم بالربح تبع هذا المضخم. عرفتوا كيف تقرأوا المخطط الصندوقي لأي وحدة منطقية؟ يعني شوي شوي تعرف البارامترات الموجودة فيها. حاليا هذا اللي بيهمنا من المضخم. طيب نرجع للشريحة. قال اعتبارات هامة لتخفيض ضجيج المبدلات واستقرار عملها في المتحكمات ADR. بس قلت تخفيض ضجيج معناته شيء له علاقة بالبرينتد سيركت بورد بالدارة المطبوعة. طيب قال كيف انا ممكن اخفض الضجيج تبع المبدل التشابهي الرقمي؟ طيب قال اول شيء نحن في عندنا التغذيه تبع المتحكم المصغر البي سي سي ما بيصير توصلها مع الاي في سي سي، وهو عباره عن الانالوج في سي سي او جهد تغذيه المبدل بشكل مباشر. هي بالنهايه بتنتهي بنص على 5 فولت. قال بس ما هو بشكل مباشر. قال بتوصل الاي في سي سي مع الفي سي سي عن طريق مرشح تمرير منخفض ال سي فلتر. قيمه الملف 10 ميكرو هنري وقيمة المكثف 100 نانو فراد، فبيعطيني تقريبا FC تردد قطع 100 كيلو هيرتز. أو بدل ما تحط ملف فيك تستخدم RC فلتر، قيمة المقاومة 100 أوم وقيمة المكثف 100 نانو فراد، بيعطيني نفس الأداء تماما، إما LC أو RC فلتر. هذا الاعتبار الأول. قال الاعتبار الثاني، المنطقة الموجودة تحت الـ IC حوالين أرجل أقطاب المبدل التشابهي الرقمي لازم تكون محاطة بـ GND بلات، يعني بوليجن. البوليجين حوالين المنطقة بوليجين، ما بتروح بتجيب خطوط رقمية بتمررها من هون لأنه معدل الضجيج كتير عالي. ليش؟ لأنه في عندي خطوط تشابهية وفي عندي ضجيج أقطاب المبدل، لأنه الوحدات المنطقية الموجودة بقلب المايكرو تبعت وحدة التبديل التشابهي الرقمي بدها تشتغل، فدي ينشأ عنا شيء اسمه ضجيج العمل. ضجيج العمل وين يصدر؟ على الأقطاب. فبدك تنتبه إنه بهالمنطقة ما تمرر أقطاب رقمية، ما تمرر أقطاب تغذية رقمية كمان، مو بس أقطاب رقمية، أقطاب تغذية رقمية ما تمرر كمان. ليش؟ لأنه يتراكب عليها الضجيج، وإنما هي المنطقة لازم تكون محاطة بأنالوج جراوند بلاد اللي هي عبارة عن البوليجن تبع خط الطريق، تبع خط الأرضي. هيك بيكون عزلت هالمنطقة هي عن إيش؟ عن باقي مناطق الدارة. تذكروا في أول جلسة لما حكينا الاعتبار الأساسي في تصميم الدارات المطبوعة، إنه أنا إذا الدارة كان في عناصر تشابهية وعناصر رقمية شو بعمل؟ في أقصى زاوية من الدارة بحط وحدة التغذية، وبعزل القسم الموجود فيه عناصر رقمية عن القسم الموجود فيه عناصر تشابهية، وبوصل الأرضي تبع القسم الرقمي مع الأرضي تبع القسم التشابهي وين؟ عند الأرضي تبع التغذية، عند مدخل التغذية تماماً، عشان ما يصير في انتقال في الضجيج تبع إشارات نقطة الأرضية في قلب الدارة المطبوعة. هيك بتحصل على دارة مطبوعة معناتها ضد الضجيج كتير عالية وما بتسبب عندي أي مشكلة. بس هذا الاعتبار وهو عبارة عن اعتبار بسيط. طبعا إذا ما استخدمت مبدل تشابهي رقمي ما راح أوصل أي في سي سي، وما بحتاج لكل هالحكي هذا ولا بحتاج لهذا الفخ. طيب نجي لهون. قلنا إنه دقة المبدل التشابهي الرقمي هو عبارة عن 10 بت، معناتها القيم تبعت المسجل الداخلي للمبدل التشابهي الرقمي أو القيمة تبعيته هي من 2 هو 10 يعني 1024، معناتها القيمة راح تكون من 0 لل 1024، ومجال القياس هو من 0 لل في سي سي يعني 0 لل 5 فولت. طيب من 0 لل 5 فولت بيعطيني قراءة من 0 لل 1000 و 1024، معناتها كل قراءة هي 5 ملي فولت، كل قراءة هي عبارة عن 5 ملي فولت. طيب هلا ايش هي العلاقة اللي انا تعطيني القيمة الموجودة في محتوى المسجل تبع الـ ADC بناء على الجهد المطبق على الدخل؟ العلاقة كثير بسيطة. الـ ADC value ايش تساوي؟ VIN على الجهد المطبق على مدخل قناة المبدل التشابهي الرقمي مضروب بالدقة تبعت المبدل هي 2.10 يعني 1024 مقسمة على الجهد المرجعي، مقسمة على الجهد المرجعي. طيب إذا كان الجهد المرجعي هو عبارة عن 2.56، فالجهد الـ VIN أكبر شيء رح يكون 2.56، معناته الـ ADC value أكبر شيء رح تصل 512 أو 512 وشوي، تمام؟ بينما إذا كان الـ V reference 5 والـ VIN 5، الـ ADC value شو رح تكون؟
1024 1023 لأنه هي من الصفر لل 1023. الدقة شو معنى 10 بت؟ إيه الدقة 10 بت يعني أنا 10 بت شو تساوي 1024 معناته إذا مجال القياس من الصفر لل 5 ال 5 على الدقة إيش بطلع معي؟ بطلع معي أصغر جهد أنا ممكن أقيسه. أصغر تدريجي تماما أحسنت. أصغر تدريجي لأنه أنا عندي من الصفر لل 5 بدي أقسمها 1024 قسم. معناته كل قسم هو 5 على 1024 بيطلع معي 0.005 يعني 5 ملي فولت. طيب ننتقل. طيب هلا انا من في سؤال ايه ننتقل هلا من المعادله الاولى الاي دي سي فاليو هي عباره عن جهد الدخل في الدقه على الفيرفنس ما بحسب مطالع باقي لانه انا بالاساس الاي دي سي فاليو هي اوريدي موجوده عندي انا بدي اقرا من المسجل مسجل اي دي سي فانا ايش بهمني من الباقي لانه هو المجهول الوحيد فنحسن نسحبها من العلاقه فبطلع باين ايش بسوي قيمه محتوى مسجل الاي دي سي فاليو مضروب بالجهد المرجعي وهذا معلوم على الدقه اللي هي 1024 هاي العلاقه اللي راح نستخدمها هذا هو كل المبادئ اللي جاوبها رقم بهالعلاقه هاي حصل الشغل. طيب نجي هلا على برنامج باسكوم اي في ار كوحده محيطيه بما ان المبادئ التشابه رقمي وحده محيطيه موجوده بقلب المايكرو وبالتالي يحتاج الى تهيئه طالما يحتاج الى تهيئه معناته في عندي تعليم الكونفيجوريشن قال التعليم هي على الشكل التالي config ADC شو يساوي؟ قال شو نمط العمل بتشغله من شوي قلنا في عندنا نمطين سينجل فري نشغله سينجل كل التطبيقات رح نشتغل عليها نشغله سينجل لما بدي قراءة بروح بجيبها انتهى الموضوع طبعا لما بتشوفوا underscore معناته انه يدفع بالسطر اللي تحته قال البري سكيلر قال هو عبارة عن مقسم الترددي من شوي قلنا انه لازم المبدل التشابه الرقمي يشتغل من 50 كيلو هيرتز لحتى ال 1000 كيلو هيرتز تمام؟ طب انا كيف بدي اتحكم ب تردد او سرعه عمل المبدل التشابهي الرقمي قال عن طريق البريسكيلر هذا متحول مجرد ما سمعته بكلمه بريسكيلر من الان وصاعدا فهو المقصود فيه المقسم الترددي في التايمرات في عندي بريسكيلر في العدادات في عندي بريسكيلر في المبدل التشابهي الرقمي في عندي بريسكيلر وبس هذول من العناصر اللي بتحتوي على بريسكيلر هو عباره عن مقسم ترددي يقوم على تقسيم تردد الهزاز الكريستالي بقيم من مرتبه 2 هو ام 2 4 8 16 32 64 وهكذا ما؟ طيب نجي على فكره البريسكيلر البريسكيلر الموجود بقلب المبدل التشابه الرقمي هو على الشكل التالي هو عباره عن 7 بت بريسكيلر تدخل له اشاره الكلوك السيكي الواصله من الهزاز الكريستالي وبيقيم على تقسيمها بنسب من رتبه 2 و ان اما بيقسمها 2 او 4 او 8 او 16 الى ما هنالك مشان احصل بالنهايه على الاي دي سي كلوك سورس طبعا عندي 7 حالات كم خط انتخاب بحتاجه مشان اقسم السبع حالات 3 خطوط لكن بالنهايه طالما رح نشتغل نحن بالباسكوم فانا مباشره اقول له معدل التقسيم هو داخليا كميكانيزم داخلي بقلب المودول البرمجي رح ينتخب ويعبي القيم بالمسجلات لانه هدول ADBS012 هي عباره عن خانات موجوده وين؟ بقلب مسجلات التحكم بالمبدل التشابهي الرقمي نفس المبدا اللي اشتغلنا فيه ببوابات دخل وخارج او بالمقاطعات الخارجيه بس ما رح انزل لمستوى المسجلات بضل بمستوى لغه عاليه المستوى طيب في عندي هون شغلتين مهمات قال اعلى دقه إذا بدي أحصل من المبدل التشابه الرقمي على أعلى دقة يجب أن يكون تردد عمل المبدل يعني إشارة الكلوك هي من 50 إلى 200 كيلو هيرتز فبحسب شكل هزاز الكريستالي عندي 1 ميجا مشان أحصل على 200 كيلو هيرتز لازم أقسم على 8 فلازم أختار البريسكيلر 8 حلو؟ طيب قال من أجل أعلى سرعة التبديل يجب أن يكون تردد عمل المبدل فوق ال 200 كيلو يعني أصل لل 1000 معي تمام؟ بس قال شو؟ قال السرعة بتصير على حساب الدقة لأنه بشكل أساسي القاعدة بتقول كل ما زادت سرعة التبديل نقصت دقة القياس ليش؟ لأنه أنا عندي 1024 عينة عن تردد 200 كيلو هيرتز فراح أستغرق زمن مشان أحسن ألحق أقرأ 1024 عينة طب إذا هذا الزمن عليت التردد معناتها الزمن صار فيه قال معناتها عدد العينات دي قل عدد العينات قال معناتها الدقة خفت فهون بدك تشوف انت فانا المايكرو كنترولر مستعجل كثير لازم اخلص اخذ قراءه باسرع وقت ممكن ولا لا انا بيهمني الدقه احسن على قراءه دقيقه هون بيصير التفاوت طيب نرجع لبرنامج الباسكوم بالنسبه للبريسكيلر شو لازم نحطه نبرك نحسبه ونحطه لا ريح حالك بتريد انت تكتبه او بتريد تقول له تعليمات اوتو الاوتو بيروح بيشوف تردد الهزاز الكريستالي كم وبيحسب بناء عليه القيمة الأمثلية ممكن يشتغل عليها المبدل بيعطيك الدقة الكاملة بأسرع زمن. خلاص ريح حالك طيب فاصلة قال بقي عندي تهيئة الجهد المرجعي قلنا الجهد المرجعي احنا في عندنا ثلاث حالات
اما انترنال فقيمته 2.56 فولت، او الاي في اس اس اي جهد التغذيه تبع المبدل نفسه، فغالبا انا بغسل المايكرو كنترولر بخمسه، فالجهد المرجعي صار عندي خمسه، او بقول له اوف. قال اذا قلت له اوف مين بياخذ؟ الاي ريفرنس، الاي ريفرنس الخطوط تبع الاي ريفرنس، تمام؟ خاصي هي تهيئه المبدل. شو بقي عندي؟ قال اذا انا بدي اشغل المبدل ايش بقول له؟ ستارت اي دي سي، بلش. اذا بدي اوقفه ستوب اي دي سي. قال مجرد ما قلت له ستارت خلاص لا تقول له ستوب طالما سينجل. طب النمط الفري باي لحظه انا قلت له ستارت بدي اقول له ستوب بوقفه، برجع بقول له ستارت برجع بشغله، تمام؟ طيب معناتها كل تعليمه كونفيجريشن معناتها طلع ايش في عندي؟ شلون بدي اقرا المحتوى تبع المسجل؟ في عندي تعليمه جيت، شلون مرينا تعليمه جيت ار سي، جيت ار سي 5، في عندي تعليمه جيت اي دي سي، وبين قوسين انا قناه بدك، انا عندي مبدل واحد بس اعطيني القناه عشان اروح اقلب المالتي بلكسر وادخل لك القيمه عليها واحول لك اياها. فهي كان من الصفر لل 7 خلاص انتهينا من الاي دي سي. خلينا ندخل هلا على التطبيقات المبدل التشابه الرقمي، وخصوصا متوفره عندنا على اللوحه اللي عم نتعلم عليها، ونبلش باول دار هي دار التوليد جهد خطي تشابهي، تمام؟ تتذكروا في الجلسه الماضيه استعملنا المقاومتين المتغيرات لدارة المقارن التشابهي، وقلنا اذا حطينا الجنبرتين النقطتين فوقانيات فرح ينوصل المقاومات مع اقطاب المقارن التشابهي، بينما اذا وصلنا النقطتين 1 و2 سفليات فرح ينوصل مع اقطاب المبدل التشابهي الرقمي. فعندي المقاومه الاولى موصوله مع القناه 0 من المبدل التشابهي الرقمي، والقناه المقاومه الثانيه موصوله مع القناه 1 من مبدل التشابهي الرقمي، وقيمه المقاومتين المتغيرات شقد؟ 10 كيلو اوم، وموصوله على الطرفين بين الجي ان دي وال5 فولت، وبالتالي راح يتولد عندي على ذراع المقاومه المتغير جهد من الصفر لل5 فولت. خلصنا. وقلنا هي المقاومه ار 16 مع المكثف سي 27 هو عباره عن مرشح تمرير منخفض تردد القطعه تبعه تقريبا في حدود 10 كيلو، تمام؟ هون عمال تدخل مباشره على مبدل التشابه الرقمي. طيب هلا اذا حطينا ذراع المقاومه اسفل شيء طرف النقطه اي، شد الجهد بده يدخل على مبدل التشابه الرقمي صفر، على ذراع اي تحت، يعني وصلت الجي ان دي مع هي النقطه صفر، شد لازم يعطيني القيمه اي دي سي فاليو صفر. طيب اذا رفعت الذراع للنقطه اي فوق للاقصى شد بيعطيني على خرجه؟ 5. الاي دي سي فاليو شد راح تكون؟ 1023، لانه اي دي سي فاليو موجود هو اللي يحول الجهد لقيمه لانه بده يقسمها العينات، تمام؟ فطلع معي 1023. 1023 عينه، 1023 كقيمه بتمثل الجهد حسب ايش؟ حسب المعادله اللي قلناها، تمام؟ طيب خلينا نروح نشوف هذا الشيء كيف بدنا نبرمجه بشكل عملي. عرفنا المعالج هزاز كريستالي، وعرفنا معدل نقل النافذة التسلسلية مشان نبعث البيانات الى النافذة التسلسلية ونشوف على البروجيكتور. طيب عرفت شاشة ال LCD كمان، لانه كنت عمال بعرض البيانات على شاشة ال LCD بالاصل على البورد، بس هلا نحن مشان نشوفها مباشرة على البروجيكتور رح نبعث على النافذة التسلسلية. config ADC يساوي single فاصلة prescaler auto فاصلة reference AFCC. ليش؟ قال لانه المقاومة رح تعطيني جهد من الصفر لا خمسة، فما فيني استخدم الانترنال، ما فيني استخدم الانترنال. طيب ستارت اي دي سي، هلا المبدل صار جاهز، مجرد ما رحت قلت له جيت اي دي سي بدخل قيمه بخرى المبدل جاهز. ستارت اي دي سي يعني وصل لي التغذيه للوحده الاي دي سي الداخليه، يعني هلا الاي دي سي مغذى وجاهز بس ما عم يسوي عمليات تحويل. هي وظيفه الستارت اي دي سي. ستارت اي دي سي يعني وصل لي الاي في سي سي لل وحدة داخلية لل ADC، تمام؟ موجودة هي بأصل المايكرو يعني صارت ADC. طيب نجي لهون، انسوا تعليمة config single شوي، هلا بنرجع لها. عرفت متحولات، هلا أنا هون كم قناة بدي أوصل؟ قناتين ال ADC 0 وال ADC 1، تمام؟ وراح يكون في عندي متحولين، المتحول الأول بيمثل القراءة على القناة ADC 0، والمتحول الثاني بيمثل القراءة على ال ADC واحد. طب قال ايش لازم اعرف المتحولات اللي بدي اقرا فيهم محتوى الاي دي سي؟
بايت ولا وورد ولا انتجر ولا سينجل 2024 لازم وورد تماما. ليش؟ لانه مجال اللي يعطيني اياها القيمه هلا محتوى المسجل هو من 0 ل 1023، معناتها البايت ما بيكفيني لانه هو اللي 256، فبحتاج انتقل للوورد. الوورد بيسعى ل 65536، بس انا المجال عندي هو 1024. طيب معناتها عرفت الفار ار 1 والفار ار 2 مشان استخدمهم لقراءه محتوى مسجل لاي دي سي للقناه الموصوله مع الار 1 والقناه الموصوله مع الار 2. طيب ننزل لتحت. The reference إيش تساوي؟ 5 فولت. عرفته ككونست كثابت. ليش؟ إذا رحت فوق غيرت أنا قلت له internal. تمام. فبجي لهون بقى له 2.56 عشان ما أروح أمسح البرنامج من أول للأخير وأغير وين مستعمل الجهد المرجعي بالحساب. تمام؟ فصار جاهز. طيب نجي لهون. Go sub read ADC. روح قرأ لي قيمة الـ ADSA. طيب نجي لهون. Read ADSA. var r1 اللي هو البارامتر اللي انا خصصته عن متحول من اجل قراءه محتوى المسجل ايش بيساوي؟ get adc للقناه الاولى r1 وين موصوله مع اين قناه؟ صفر r صفر get adc صفر. طيب var r2 المقاومه الثانيه get adc 1. طيب هلا تعني get adc ايش بتساوي؟ عم تروح على المالتيبلكسر بتوصل لي القناه صفر بتدخلها على السامبلينج تقرا العينه تمام وما بيطفل التعليم اللي بعدها لحتى يخلص على فكره. يعني هلا دخل وصل القناه انتقل لهون عجب خلص تحويل ايه بوقف عند التعليم لبين ما يخلص تحويل بس زمن التحويل بالميكرو ثانيه صغير يعني ما بنحكي فيه. جيت اي دي سي 1 راح قلب لي القناه رقم 1. شوف راح على المبدل التشغيل رقمي دخل القيمه اخذ عينات سوى عمليه التحويل وين اسند القيمه للفار ار 2 وانتقل للتعليم اللي بعده. تمام. طيب جينا لهون طبع لي هدول القيم اللي انت قراتها. نرجع للبرنامج الرئيسي لفوق نجي لهون. Go sub calculate V. احسب لي الجهد على طرفين كل واحدة من هذول المقاومات. طيب خلينا نرجع ل باوربوينت. طيب شباب انا عندي هون مقاومة متغيرة. قيمتها الكلية ايش قد؟ 10 كيلو. الجهد متعلق بايش؟ بموضع زراع المقاومة. طب هلا انا ايش بحسب؟ بحسب الجهد من العلاقة الأساسية وبحسب المقاومة. بحسب قيمة المقاومة. ليش؟ طيب نجي على الجهد. الجهد جاوبته بسيطة. كالكوليت في هاي الفي. هلا الفولتج ايش لازم اعرفه لهذا المتحول؟ الجهد بالمعادله اللي شفناها من شوي شو هو عباره؟ هي عباره عن الاي دي سي فاليو مضروبه بال في ريفرنس على 1024. طيب معناتها القيمه تطلع معي صحيحه ولا كسريه؟ كسريه. فلازم اعرف المتحولات اللي بدي استخدمه هون ايش هو؟ ايش نوعها؟ سنجل. تمام؟ طيب نجي لهون. خلينا نحسب الجهد، نرجع للمعادله. من اجل الجهد الموجود مطبق على خط المبدل التشابهي الرقمي هو عباره عن قيمه الاي دي سي فاليو بالفيرفرنس على الدقه 1024. طيب هي قيمه الاي دي سي فاليو بالفيرفرنس على 1024. طبعا حطيناهم على مرحلتين لانه ما فينا ننفذ على مرحله واحده. خلصنا. طيب نحسب الجهد الثاني اللي هو موجود على القطب الثاني الاي دي سي القناه الاولى. كمان الاي دي سي فاليو الثانيه اللي قراتها مضروبه بالفيرفرنس على 1024. طيب هلا صار معناته عندي الجهد المطبق على قطب القناه صفر والجهد المطبق على قطب القناه واحد. طيب ايش بقي؟ بقي احسب قيمه المقاومه. حساب قيمه المقاومه امر كثير سهل. نرجع لهون جو سب كالكوليت ار. طيب هاي خلينا نحط لك ال 500. نجي لهون هاي ار مقسم كمون. شوف المقاومه الاساسيه 10 كيلو والمقاومه الجزئيه انا بدي احسبها ليش؟ من هبوط الجهد على طرفيها. طيب المقاومة الأساسية 10 كيلو شد الجهد على طرفينها ثابت. طيب المقاومة الجزئية شد هبوط الجهد على طرفينها حسبته هذا هو فولتج 1 وفولتج 2. ما تطلع معي قيمة المقاومة خاصة علاقة مقسم الكون. نجي لهون هي العلاقة في ار الجزئية ايش تساوي؟ هو عبارة عن الجهد الكلي في سي سي المطبق على المقاومة الكلية بالمقاومة الجزئية على R. طيب الفي ار بي حسبته هذا هو الفولتج 1 الفي سي سي 5 الار 10 كيلو بدي الار بي فبتطلع معي الار بي مباشره. خلص هلا بعرف انا شد قيمه المقاومه انا عمال بغيرها. تمام طبقنا هذا الشيء كون هذا هو ار 1 ايش تساوي؟ هو عباره عن الجهد على طرفين المقاومه اللي قصته انا ضرب 10 اللي هي 10 كيلو قيمه المقاومه الكليه وايش تساوي؟ بقسمها على 5 قيمه ايش؟ قيمة الجهد تبع الفي سي سي فبتطلع معي الار. اطبع لي الار 1 واطبع لي الار 2.
فصار في عندي دارة توليد جهد خطي وأنا بعرف قيمة المقاومة عمال تتولد، يعني أتولد لي هذا الجهد، قيمة المقاومة متغيرة، يعني بعرف موضوع الزراعة تبع المقاومة متغيرة. تمام؟ طيب خلينا نبرمج هالحكيات على البورد. طبعا لازم أسكر الجنبرتين لتحت، النقطة هاي والنقطة هاي. طيب F7 برمج، بنفتح النافذة التسلسلية، بسوي لها محي. طيب خلينا نوقف، لاحظ خلينا نفتل زراعة المقاومة الجنبرات لأنه من محتوفين. زراعة المقاومة حالياً اثنين، اثنيناتهم موصولين للVCC للأخير. شذا بيعطيني قيمة المبدل التشابه الرقمي؟ 1023. طيب شذا عمال بيعطيني الجهد على طرفين القناة؟ الجهد على طرفين القناة 4.99. ليش؟ لأن اليو اس بي عبيد شوي. شذا بيعطيني قيمة المقاومة R1 وR2؟ 10 كيلو. طيب خلينا هلا ايش نعمل؟ نفتله تقريباً الزراعة للمقاومة الأولى للنص، تقريبا للنص. شد عمال بيعطيني قيم 580 تقريبا، والثانية لساعتها ما غيرتها. خلينا نغير الثانية كمان نفتل للنص. تقريبا هيك على النص بشكل تقريبي. لاحظ 2.6 2.5 وقيمة المقاومة ايش قد؟ 5.2 كيلو 5.1 كيلو. طيب خلينا نصفر المقاومة نفتل للطرف الثاني اللي هي لما تتواصل مع النقطة الأرضية. لاحظ صفر. تمام طبعا هو بيلاحق بشكل خطي حسب السرعه اللي انا عمال بقرا فيها، شايف بكبر شوي شوي. طيب شباب لاحظوا لي شغله، القيم العشريه طلع كم قيمه عمال بيعطيني لانه متحول من نوع سنجل. طب انا ما فيني اخذ خانتين او ثلاث خانات بس بعد الفاصله؟ قال ايه فيني. قال في عندي اما بروح استعمل تعليمات التقريب الراوند والفيكس موجوده كثير بالباسكوم شفتوهم اول جلسه، او في عندي تعليمه اسمها config single. قال config single تساوي scientific، هي قيمة هيك ثابتة. فاصلة قال digits كم خانة بتحتاج بعد الفاصلة بدون تقريب، ما في تقريب. قال أنا بدي خانتين بس. طيب أوكي F7 F4 لاحظوا كم خانة عم يعطيني بعد الفاصلة؟ خانتين. هاي وظيفة التعليم config single. لما بدي اتعاون مع متحولات single بيروح بياخذ لي اخر خانتين فقط من هاي المتحولات وبيعرض لي اياهم. يعني بدنا نتحكم باخذ العينات طبعا. طبعا اخذ العينات هون لك وانا حطيته 500 ملي ثانية، هذا هو. اسرعه مثلا حطه 100، كل 100 ملي ثانية ايش عم بعمل؟ عم بروح عم بسوي get ADC. اسرع شيء بالمايكرو بدنا ناخذ معه عينات بناخذ. شوف اذا بدك تاخذ بشكل دائم تشغله بالفري عينات باقصى سرعه. تمام هلا زمن هي الاي دي سي جت اي دي سي هو اللي قلت لك عليه 25 سايكل ب 13.5 سايكل. تمام بس هلا الزمن اللي انا عمال بقرا فيه هو متعلق فوق في دوره البرنامج الرئيسيه، بس اذا شغلته بنمط الفري هو داخليا عم يشتغل ما بيوقف. باي لحظه انت ايش بتعمل؟ بتقرا قيمه المسجل تبع الاي دي سي، بتقرا قيمه الاي دي سي او بتوقفه او بتشغله الى ما هنالك. طبعا فيك تقرا محتوى المسجل بدون ما توقفه، هو عمال بيشتغل. طيب واضحه؟ صعبه شيء؟ طيب ننتقل للفكره اللي بعدها. المقاومه الضوئيه او ما تسمى بالال دي ار. طيب المقاومه الضوئيه هي عباره عن مقاومه لا خطيه. المقاومه المتغيره اللي شفناها من شويه عباره عن مقاومه خطيه، يعني العلاقه بين الجهد والتيار هي علاقة طردية خطية. تمام؟ بينما قال المقاومة الـ LDR هي عبارة عن مقاومة أنواع المقاومات اللا خطية، أي أن التغير على طرفي المقاومة تغير لا خطي. تمام؟ طيب، قال هذه المقاومة الضوئية تصنع من مادة حساسة للضوء تسمى سلفيد الكاديوم. لما بيسقط ضوء على سطح المقاومة، على سطح المقاومة، قال بتنقص قيمتها.
ولما بتصير في ظلام قال بتكبر قيمة المقاومة. مجالات المقاومة قال شو؟ قال في الدارك ريزيستنس لما بيكون ظلمة شديدة بيكون قيمة المقاومة بحدود الواحد ميجا أوم. قال في الضوء الغير ساطع الطبيعي يعني مثل ضوء هالغرفة تقريبا بحدود العشرة لوكس بيكون قيمة المقاومة من العشرة للعشرين كيلو أوم. قال في ضوء النهار الساطع الطبيعي في الخارج قال بيكون قيمة المقاومة من 2 إلى 4 كيلو أوم. في الضوء المباشر المسلط على المقاومة ممكن تصير قيمة المقاومة 100 أوم. الضوء الشديد المباشر أشعة الشمس إذا ضربت مباشر تصير قيمة المقاومة 100 أوم. قال وهذا التغير كله هو تغير لا خطي لا طردي، ما في تناسب فيه أبدا، معناته العلاقة تبعت هاي المقاومة هي عبارة عن علاقة أسية. قال طيب هلا الـ RLDR إذا وصلناها مع المايكرو كنترولر أنا ما فيني أحسب الجهد على طرفينا؟ قال فيني. فيني أحسب قيمتها مثل ما حسبنا من شوي؟ قال فيني. قال معناتها حساب شدة الإضاءة؟ قال الأمر كتير بسيط. قال في عندي أنا مقاومة علاقة قال RLDR شو تساوي؟ قال A هو عبارة عن ثابت قيمته 340 ضرب 10 قوة 3 مضروبة ب L قال هو شدة الإضاءة تعطى باللوكس وناقص 0.85 لأنه العلاقة أسية. طيب انا ايش بدي احسب؟ ال A موجود وال RLDR بدي اقيس الجهد على طرفينها واحسبها بالمايكرو كنترولر تمام؟ بوبا عندي احسب ال L حاصل. خلينا نروح على الدارة العملية ونشوف كيف بدنا نبرمجها ونشتغل فيها. طبعا موجودة على الدارة العملية هي المقاومة ال LDR، هي العناصر المحيطية الموجودة فيها وهي عبارة مثل ما شايفين مقاومة موجود معها مقاومة من فوق قيمتها 10 كيلو اوم. هلا المقاومة الكلية هي الجزء الاول من المقاومه معروف بدي احسب هبوط الجهد على طرفين هالمقاومه مقسم كمون، معناتها VLDR شو يساوي؟ V كلي 5 فولت ب RLDR على RLDR زائد ال R ال 10 كيلو. طيب انا ايش بدي احسب؟ ال RLDR الجهد على طرفين موجود نفس الداره اللي سويناها من شوي، نفس المبدا نفس الفكره، تطلع معي قيمه المقاومه عند اضاءه معينه، ففيني اطالع ال L اللي هو اللوكس او شده الاضاءه. طيب وهذا هو عباره عن مرشح تبرير منخفض ما شفنا مثل ما شفنا. وين موصوله مع اين قناه؟ مع الـ ADC 4. طيب نروح على الـ Bascom AVR. بدل تشابهي رقمي. ايوه تشابهي ما في رقمي تشابهي بالـ 8 بت. معالجات AVR 8 بت ما في بدل تشابهي رقمي، في بالـ 16 و 32 بت. رقمي تشابهي. اللي عندنا فيه؟ لا ADC. بس DAC ما في. بالـ X ميجا فيه. بالـ X ميجا فيه 16 بت الـ X ميجا. والـ AVR 32 فيه 32 بت. طيب نجي على البرنامج. معالج الهزاز الكريستالي معدل نقل حددناه بالدايركتيفز والتوجيهات، شغلنا المبدل التشابهي الرقمي بنمط سينجل، البريسكلر حطيناه اوتو، والريفرنس قلنا له خذ الـ AVSS. ليش؟ لانه الجهد رح يكون على طرفين المقاومه رح يصير كبير. طيب خلينا نشوف شد الجهد يكون. قلنا بشده اضاءه 10 لوكس شد يكون قيمة المقاومة 10 كيلو أوم صح؟ طيب معناتها هي 10 كيلو هي 10 كيلو، معناتها الجهد عند النقطة شقة 2.5 فولت 2.5 فولت، تحسبها بمقسم يكون معك 2.5 فولت. طيب بشدة بالظلام الشديد بيكون قيمة المقاومة 1 ميجا، 1 ميجا 10 كيلو، 10 كيلو مهملة معناتها الجهد هون 5 فولت. طيب بشدة الإضاءة الشديدة قيمة المقاومة 100 أوم، 100 أوم و10 كيلو، 100 أوم مهملة معناتها الجهد هون 0 فولت. معناتها مجال راح يكون عندي إياه من الصفر للخمسة. طيب نرجع للبرنامج. config ADC خلصنا منه، قلنا له start وصلنا له التغذية لل ADC. config single عرفنا قلنا له بدنا بس خانتين، وعرفت متحولين. الأول بدي أقرأ فيه محتوى المبدل تشابهي الرقمي لازم يكون من نوع word، والثاني بدي أحسب فيه الجهد على طرفين المقاومة لازم يكون من نوع single لأنه فيه فواصل عشرية. طيب نجي لهون. طبعا ال reference ثابت constant حطيناه خمسة. read ADC نجي لهون. get ADC القناة الرابعة، ان المقاومة الـ LDR موصولة مع القناة الرابعة، وطبعني قيمة محتوى مسجل الـ ADC اللي قرأته وين؟ على النافذة التسلسلية. بنرجع لفوق go sub calc locks معامل شدة الإضاءة. طبعا انا ماني معود المعادلة بس عم بحسب الجهد، معناتها LDR فولت الجهد على طرفين المقاومة ايش يساوي؟ قال هو عبارة عن قيمة محتوى المسجل الـ ADC value مضروبة بالجهد المرجعي تقسيم 1024. معادلة نفسها هي ثابتة دائما اشتغل فيها. ايش بطلع معي؟ قال الجهد على طرفين المقاومة. هلا ايش بقي؟ الجهد على طرفين المقاومة معروف، بحسب قيمة المقاومة وبحسب بعوض قيمة شدة الإضاءة، هي وظيفة الكون تمام؟ طيب
خلينا نبرمج هذا الحكي ونشوفه. F7 معناتها هذا يطبع لي محتوى المسجل ويطبع لي الجهد على طرفي المقاومة. رح نشوف الجهد رح يتغير بتغير الإضاءة. هلا شو عم بيعطيني القيمة تقريبا تبعت المسجل الـ ADC 766-775 قيمة الجهد 3.7. طيب خلينا نغطي المقاومة بشكل نهائي. شد الجهد 5 الـ ADC تقريبا وصل على القيمة النهائية. طيب خلينا نقرب على شيء منطقة فيها ضوء. لاحظوا شو نزلت القيمة بعدها شوي. شايف سرعة استجابته؟ طيب في حدا معه موبايل ضوء قوي؟ هات الفلاش. اشتغل دائم. شو صارت قيمتها؟ 17 تقريبا. هاي 100 اوم هون قيمة المقاومة او 200 اوم. لاحظين؟ بعد الضوء شوي شوي. بكبر بكبر. بعدناه كمان كمان كمان. الو لاحظين؟ معناتها انتو فيكم صارت تسوي دارة مشان اتحكم بإنارة البناية او إنارة الشارع او إنارة البيت، بعرف من اشعة الشمس اذا غابت الشمس او انوجدت الشمس. وعلى فكرة الاضوية تبعت الشوارع معظمها تعتمد على الخلايا الضوئية. نفس ما قلت تعتمد على الخلايا الضوئية. هلا انا بشتغلوا بالدقة. لا بشتغلوا بالدقة ما بعرف، بس انا هي اللي جايب لك اياها هي اصلية. ما اشتغلت؟ والله العظيم طيب ننتقل. واضحة لحد الآن؟ ننتقل للتجربة اللي بعدها. هلا حساس الحرارة LM35. طبعا هذا حساس حرارة كتير مشهور ويستخدم لقياس درجات الحرارة في المجال من ناقص 50 درجة للزائد 150 درجة تقريبا. تمام؟ بيقول لي انه عند كل درجة حرارة بيعطيني بيخرجه 10 ميلي فولت. طيب اذا كانت درجة الحرارة 10 درجات شو بيعطيني بيخرجه؟ 100 ميلي فولت. اذا كانت درجة الحرارة 100 بيعطيني 1 فولت. 1000 ميلي فولت او 1 فولت. هاي العلاقة تبعت الحساس بشكل أساسي. خلينا نروح شوي على الداتا شيت تبعت الحساس. طبعا هاي المقاومة LDR ورجيتكم الداتا شيت تبعي. تمام هلا حكينا عليها. هاي العلاقة تبعيتها. هاي مثل ما شفتوا انه قيمة المقاومة في الدارك في الظلمة طبعا بتكون القيمة بالميجا اوم بالضوء. طيب حساس LM35 لاحظ عم بقول لي بريسيجن سنتيجريد تمبريتشر سنسور، وهو عباره عن حساس حراره بيعطيني درجه حراره سنتيجريد بالسيليوس. بالسيليوس مو بالفهرنهايت، بيعطيني اياها بالسيليوس. طيب عم بيقول لي انه هو حساس حراره بالسنتيجريد او بالسيليوس. الخطيه تبعيته 10 ملي فولت على الدرجه. مجال القياس تبعه تقريبا من ناقص 50 للزائد 150 درجه. الخطا تبعه هو عباره عن نصف درجه. خطأ القياس تبعه طبعا اكوريت، عم بقول لي اكوريت انه دقيق، حساس حراره دقيق، انه نصف درجه الخطا تبعه. تغذيته انا ممكن اغذيه من 4 على 30 فولت. طيب دارات المايكرو معظمها 3.35 فولت، ليش؟ او مشان تطبيقات صناعيه. هو بالنهايه بده يعطيك عن كل درجه حراره 10 ملي فولت، ايا يكن الجهد ان كان من 4 على 30 فولت. ما رح تختلف القياس تبعيته. طيب نجي استهلاكه للتيار 60 ميكرو امبير. لاحظ استهلاكه كثير منخفض للتيار، وعلى فكره في بنيته هو عباره عن مقاومه مع منبع تيار. يتغير التيار المار في المقاومه بناء على تغير درجه الحراره. في بنيته منبع تيار مع مقاومه على التسلسل، ايش بيطلع على خرجه؟ اذا وصلنا منبع تيار على التسلسل مع مقاومه بصير عندي منبع جهد. منبع جهد. اذا وصلنا منبع جهد مع مقاومه على التوازي منبع تيار. تمام. فبالتالي عدم الخط شوف هنا في عنا هي بس شو منبع التيار لا يعني منبع
منبع التيار هو عبارة عن منبع بيعطيني في خرجه أو على طرفينه تيار قيمة متغيرة. تيار بقيمة متغيرة. جهد ثابت بس في جهد على طرفين. في جهد بس ثابت، بس الجهد ينشأ من توصل مقاومة. نحن عم نحكي بشكل مثالي. يعني كانوا مادة قصص كان منبع جهد كان منبع تيار. ما فيك تشوفه لحاله هيك كمان بعد تيار، في جهد لانه بس بيكون ثابت. والجهد ما بينشأ هيك لحاله، بيكون في عندي مقاومة عمال بتشكل على طرفين الجهد. هاي المقاومة هو عبارة عن عنصر التحميل، عنصر الحمل يعني بالنهاية. عرفت شلون؟ نسوي دورة منبع تيار. يعني يعطيك بس تيار، بس في جهد اكيد. في جهد بس انه اسمه منبع تيار. طبعا في وحدات تغذيه بتعطيك جهد ثابت بس تيار متغير، في وحدات تغذيه بتعطيك جهد متغير وتيار متغير. فهو ايش عم بتحكم؟ بتحكم بمقاومه التحميل الداخليه تبعيته. طبعا المقاومه الداخليه مو مقاومه الحمل. طبعا طيب خلينا نجي على توصيل الحساس. لاحظ من اجل توصيل الحساس بوصل قطب التغذيه تبع الحساس من 4 ل 20 فيس تغذيه VCC. طبعا نحن هي 5 فولت. والقطب الثاني باخذه على الارض، بس اذا وصلت القطب الثاني للارض رح يقص لي من وين؟ من الصفر، من 2 ل 150 درجه. طب هو من شوي قرأنا انه بيقيس من ناقص 55 درجه لزائد 150 درجه. لازم تطبق له جهد تغذيه سالب على خرجه مشان يسوي ازاحه، مشان تحسن تقيس الجهود السالبه، الدرجات الحراره السالبه عفوا. طيب اذا كان الناقص VS ناقص 1 فولت، معناتها زحلي بمقدار 1 فولت، معناتها انا صرت اقيس ناقص 100 درجة لتحت، صح؟ بس درجة حرارة الصفر شو صار قيمة الفولت على خرجها؟ واحد. طيب انا من وين بدي اجيب جهد سالب؟ ما في حل ثاني؟ في حل. تعالوا نزيح النقطة الصفرية. إذا زحنا النقطة الصفرية للحساس معناتها الصفر فولت ايش اللي يعطيني؟ مقدار الإزاحة تبع الجهد الصفري تبعه. رح نسوي هذا الشيء في الدارة تبعيتنا، نجي على الدارة تبعيتنا. قبل ما نجي على الدارة تبعت الصفرية، خلينا نحسب كل درجة حرارة شد يعطيني المبدل التشاوي الرقمي قيمة. طيب اللي عندي العلاقة الـ ADC value بيساوي V in بدقة المبدل 1024 على V reference هو الجهد المرجعي. طيب الـ V in درجة حرارة وحدة شد تعطيني 10 ملي فولت، يعني 0.01 ضرب الدقة 1024 على 2.56، معناتها من أجل كل درجة حرارة الـ ADC شد يعطيني 4 فولت. طيب حلو كثير. هلا مو 4 فولت، 4 فاليو. طيب هلا اذا رحنا نحن قرانا الاي دي سي اعطاني 100، معناتها درجه حراره شقت صح. ما في داعي لتروح تطبق علاقات وتعذب حالك. هلا مباشره هلا نحن بنروح بنقول لهم نقرا الاي دي سي فاليو بنقسم على شقت على 4 شو بيعطيني؟ الحراره مباشره. هي كثير اختصر انه انا ابرك احسب علاقات بقلب البرنامج لانه ثابت. طيب هلا بنجي كيف بدنا نحل مساله الجهد السالب. طبعا هذا الحساس الحراره ال ام 35 على البورد ولازم اسكر هذول الجمبرات. نجي لهون مشان نحل المساله تبعت المساله تبعت الجهد السالب. بروح بزيح النقطه الارضيه. ايش معناتها زحت النقطه الارضيه؟ معناتها الجهد عند الصفري على خرج الحساس هو مقدار الازاحه. طيب اذا وصلت ديودين على التسلسل هبوط الجهد على الديود الواحد 0.6 فولت. طيب ديودين على التسلسل معناتها هبوط الجهد شخص ار 1.2 فولت، معناتها هون 1.2 فولت ايش عم بغذي؟ النقطة الأرضية تبعت الحساس، معناتها مجال تغذية الحساس صار 5 ناقص 1.2 فولت، معناتها شو صار تغذية الحساس؟ 3.8. والأرضي تبعه شو قيمته؟ 1.2. طبيعي هذا الشيء صح ولا لا؟ يعني مثل كأني حطيت مقاومة هون ومقاومة هون، صح؟ هاي المقاومة على طرفينها 1.2، هاي المقاومة على طرفينها 3.8. طيب لما درجة الحرارة صفر خرج الحساس ايش قال؟ هو النقطة الصفرية، شد قيمة النقطة الصفرية؟ 1.2. طيب ليش كمان هي النقطة 1.2؟ نحن عندنا هبوط جهد 1.2 بس عم تخزر منها 5، راح 1.2 لازم يضل عندنا هون 5 فولت. وهون ايش في عندي؟ نقطة صفرية، هون في عندي منبع. تمام؟ فالجهد هون ايش هو؟ هو عبارة عن هاد ناقص هبوط الجهد على طرفين هاد، فبطلع عندي 1.2. فالصفر انا فكرت الجمبره. لا لا الجمبره انساها، منها لا منها لا موجود هذا انه بطبقها. لا هي عم بغنى المبدل بين عليها. طيب معناتها عند الصفر
رح يكون في عندي هون 1.2 فولت هو جهد الصفر تبع الحساس. طيب عند درجة حرارة 20 شو بيكون عندي الجهد هون؟ بيجي 200 ملي فولت صار 1.4 يعني 1.2 زائد 0.2 صار 1.4 عند درجة حرارة ناقص 20 شو بيصير الجهد هون؟ 1 فولت لأن 1.2 20 ناقص 200 ملي أمبير شو بقي؟ 1 فولت. طيب هلا مجال القياس السالب شو صار في معي؟ ناقص 120 درجة صح؟ لأن 1.2 فولت ال 120 درجة شو بدها؟ 1.2 فولت وسالب خلاص معناتها كان بيكفيني أنا أحط ديود واحد بدل الديودين صح؟ هاي الفكرة اللي سويناها. طيب شباب هون في عندنا نحن مشكلة لما درسنا نحن الثنائيات قلنا إنه في عندي شيء اسمه الانهيار الحراري تبع الثنائي وفي عندي قلنا جهد الفتح تبع الثنائي بيتعلق بإيش؟ بدرجة الحرارة وهي درجة الحرارة موجودة في العلاقة الأسية تبع الثنائيات صح؟ لما درسناهم في عندي درجة حرارة. طيب نحن عم نستخدمه في دائرة حساس حرارة عم نقول إنه هبوط الجهد على طرفين الديود 0.6 لكن هذا عند أين درجة؟ أنا عند درجة الحرارة النظامية 25 درجة. طيب إذا تغيرت درجة حرارة الوسط المحيط إيش بيصير هبوط الجهد على طرفين الثنائي؟ بيتغير. طيب أنا لما بدي أجي أحسب هون أقول له إنه الصفر هو عبارة عن 1.2 يعني أنا بطرح الجهد هون صح؟ طيب إيه معناتها 1.2 ما هي ثابتة شو بدنا نسوي؟ معناتها القياس تبعي كله خطأ نظريا صح بس عمليا لما براعي درجات الحرارة الفروقات خطأ. شو راح أسوي؟ تعطيس الجهد هون ونطرح هون الجهد هون بصير ولا ما بيصير؟ خلص يتسوي. فلا هيك بناخد هاي النقطة بنوصلها وين؟ على الـ ADC قناة السادسة وبناخد الخارج وين بنوصله؟ على القناة الخامسة. طيب هلا بقرأ القناة الخامسة وبقرأ القناة السادسة وبطرحهم من بعض شو بقى عندي؟ هات اللي بدي اياه يعني شايفين هاي فكرة معناها؟ حاجة أم الاختراع ما فهمت حلو كتير. هون دي يعطيني لما بيكون الجهد صفر بيعطيني 1.2 وهون الجهد لما بيكون درجة حرارة 25 بيعطيني 1.2 لأنه هو جهد الصفري. طيب هلا هذا ايش لازم اطرح منه عشان ارجع للقيمة الحقيقية؟ مقدار الإزاحة 1.2. طيب ال 1.2 هون ما هي ثابتة عم تتغير بناء على تغير درجة الحرارة. طيب شو بدي اسوي؟ بدي اقيسها. هلا هون ايش بدي اعمل له؟ بدي اقول له خذ لي القيمة هي الجهد تبع هي واطرح منه 1.2 مقدار الإزاحة بس 1.2 ما هي ثابتة هي هبوط الجهد على طرفين هالثنائيات بتتعلق بدرجة الحرارة تمام؟ فبروح بقيس الجهد هون وبدال ما اطرح هون القيمة ثابتة ايش بطرح؟ بطرح الجهد الأسطر فصار في عندي دقة عالية صار في عندي دقة عالية. خلينا نروح نشوف عمليا كيف بدنا نطبق هذا الحكي. اجي على البرنامج يا أسامة. ما هو الخطأ 0.1 درجة يعني 0.1 فولت ماشي. طيب نجي لهون عرفنا المعالج هزاز كريستالي المعدل ارسال نافذة تسلسلية لانه كل القراءات بدها تبعت على النافذة التسلسلية. عرفنا شاشة LCD لانه بنفس الوقت عم نعرض على شاشة LCD. عرفنا المبدل التشابه الرقمي ايش حطينا جهد المرجعي انجيرنا ليش لانه درجة حرارة 100 شد ياخذ 1 فولت وانا الإزاحة عندي 1.2 شد صار 2.2 فولت. هي اكبر قيمة انا ممكن اقرأ وين على القطب الموجب السالب دائما 1.2 فأنا ما بحتاج لجهد مرجعي خارجي فممكن استخدم الانترنال. فقلت له الريفرنس انترنال هي اول استخدام له ستارت ADC شغلنا الـ ADC وهيعنا انه المتحولات من نوع سينجل يعطيني عددين بعد الفاصلة وعرفت متحولة. هلا كم قناة بدي اقرأ؟ قناتين. القناة الاولى هي الـ LM35_B هذا المتحول بدي اقرأ فيه القناة الاولى اللي هي موصول فيها خرج الحساس والقناة الثانية ايش بدي اقرأ؟ الجهد هبوط الجهد على طرفين الثنائيين. نجي لتحت الـ V reference كثابت شد حطينا 2.56 ننزل Go subread ADC. هلا في عندي قراءتين بدي أقرأهم. قرأ لي الخرج تبع الحساس هو على القناة 5 وقرأ لي الإزاحة على القناة 6. طيب هلا ايش بدي اعمل؟ تبعهم رجع Go subcal temperature. نجي لهون أول شيء بدي أعمله ايش بدي أعمل؟ بدي اطرحهم من بعض عشان ايش؟ عشان اخلص من مقدار الازاحه تمام. ما فيني اطرح مباشره قيم القراءه تبعت الاي دي سي بدون ما احسب الجهود. يعني هلا اذا حسبت الجهد هاي والجهد هاي وطرحتهم من بعض طلع معي الجهد النهائي او جبت القيمه تبعت مسجل قناه هي ومسجل قناه هي طرحتهم من بعض بده يطلع معي نفس الشيء.
نفس الشيء ليش؟ لأنه الدقة نفسها الألبر بشيء نفسه والفيرفرنس نفسه فما يعني ما استفدت شيء إذا حسبتهم فمباشرة ما تروحهم من بعض. طيب نجي لهون تمبريتشر إيش تساوي؟ القراءة الـ ADCs قسمناها على 4 من شوي حسبنا المعادلة بتطلع معي درجة الحرارة مباشرة لأنه كل درجة تعادل 4 عدات من مسجل الـ ADC خلاص فهمت؟ هاي هي كل الشغلة. طيب بدكم ترجعوا بالبيت هيك تبركوا تقرأوها وترجعوا للمعادلات تأول كتير 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 بسيطة. طيب هلأ أنا إذا بدي أطالع درجة حرارة بالفارنهايت هو الحساس بيعطيني إياها بالسيليوس الـ LM35 في الـ LM34 بيعطيك إياها بالفارنهايت مباشرة تمام؟ قال بحوله قال معادلة التحويل ايش هي؟ قال الفارنهايت ايش تساوي 1.8 في درجة حرارة سيليوس زائد 32 هاي حولناها بسبروتين وممكن هلا حاليا مباشرة نطبع وين؟ على النافذة التسلسلية. طيب خلينا نبرمج طيب لاحظوا شباب درجة حرارة حاليا 21 درجة 71 فارنهايت الـ ADC الموجب شقد 445 السالب جهد إزاعة 358 هلا 358 ADC values حسبنا الـ VIN فبطلع معك بحدود 1.2 طيب خلينا نحمل حساس الحرارة شوي شو شلون القناة الموجبة بتتغير السالبة ايش فيها حالة 359 ملاحظين لأنه هو الجهد أعطانا فيه سنية درجة حرارة عم ترتفع صارت 29 30 ما بحسن برفع أكثر من درجة حرارة جسمي طبعا. طيب خلينا هلا نحمي الثنائيات نشوف 359 بدها تتغير صار فيها تتغير ناسين ليش بس الحرارة عم تثبت ها؟ إيه الحرارات عم تثبت ليش؟ لا تثبت لأن عم بطرحهم من بعض ليش عم بطرحهم من بعض؟ عشان أخلص من هذا الخطأ عشان أخلص من هذا الخطأ واضح؟ طيب ننتقل للتجربة اللي بعدها قياس الحرارة باستخدام حساس NTC طبعا الـ NTC هو عبارة عن المقاومة ذات المعامل الحراري السالب قال هي المقاومة هي عبارة عن أحد أنواع المقاومات اللا خطية قال تنقص بازدياد درجة الحرارة تنقص قيمة المقاومة وبنقصان درجة الحرارة تزداد قيمة المقاومة وللمقاومة الـ NTC تعرف بقيمة معيارية فلما بقول لك مقاومة NTC 10 كيلو أوم فهذا يعني أنه قيمة 10 كيلو أوم عند الدرجة 25 درجة طيب إذا ازدادت الحرارة عن 25 قيمة المقاومة بدها تنقص وبالتالي في جدول تعريف لكل درجة حرارة قيمة معينة للمقاومة طيب قال في شيء نوع طبعا مثل ما شايفين هذا المنحني لما بيكون في عندي درجة حرارة عالية قيمة المقاومة ايش بتكون صغيرة لما بتنقص درجة حرارة ايش بصير في المقاومة تزداد وعند درجة حرارة 25 بيكون المقاومة الاسمية 10 كيلو لهي المقاومة تمام طبعا هذا رمز مثل ما شايفين طيب خلينا نروح على الداتا شيت تبعت المقاومة NTC خلصنا حساس الحرارة شكرا نجي لهون هاي مقاومة NTC قيمتها عند درجة الحرارة 25 آرش آد 10 كيلو أوم بنروح على الجدول تبعه قال بيجي معه جدول لاحظ آر عند ال 25 آد 10 كيلو أوم بنروح عند درجة الحرارة 25 هاي 25 شو قيمة المقاومة 10 كيلو أوم طيب عند درجة حرارة 100 شو قيمة المقاومة تقريبا 1 كيلو أوم طيب عند درجة حرارة ناقص 10 قيمة المقاومة 45 كيلو أوم طيب معناته شو لازم أساوي تتذكروا الجلسة الماضية تعليم الداتا فضروري بخزن هون قيم درجات الحرارة وكل قيمة لدرجة حرارة قيمة المقاومة عندها وإيش بعمل ضروري بقيس قيمة المقاومة طيب إذا كانت قيمة المقاومة 10 معناتها درجة الحرارة 25 طيب إذا كانت قيمة المقاومة 25.9 كيلو معناتها درجة الحرارة 43 طيب في حل تاني غير هالحكي هان؟ في حل تاني نستخدم معادلة تبعت NTC نستخدم المعادلة تبعت NTC طيب في عندك هذا الخيار تستخدمه أو أنه أنت تروح تستخدم المعادلة تبعت NTC طيب تعطى قيمة المقاومة عند تغير درجة الحرارة بالنسبة ل NTC بالشكل التالي RT
المقاومه عند درجه حراره الحاليه يعني هي طبعا بالكيلو اوم، قالت قيمه المقاومه عند الدرجه 25، اذا قلت لك هي 10 كيلو معناتها هي 10 كيلو عند 25 معناتها هي القيمه، ضرب اي قوه بتا، قال بتا هو معامل ثابت يتعلق بالماده تبعت المقاومه الانتسي. هذا باخذه من وين؟ من الداتا شيت. طيب اذا رحت للداتا شيت هون عم بيقول لي انه الار عند 25 10 كيلو، البي فاليو ايش قد؟ 3470 بيعطيني اياها في الداتا شيت مباشره، هذا ثابت بتعلق بالمقاومه الانتسي بشكل ذاتي عند هي طبعا عند 25، وهن لما بيحكوا بتا في المعادله فالمقصود فيه بتا عند ار 25 هي، تمام؟ بس مكتوب كيلو لا هي الكيمة بالكيلو، هي كي ثابت انه قيمه الرمز. طيب مضروبه بشو؟ طبعا هذا كله اي قوه، واحد على درجه الحراره الحاليه اللي هي موجوده فيها المقاومه زائد 273 آل، هذا درجه الصفر المطلق الكي، ناقص واحد على تي كمان درجه الحراره العاديه زائد آل تي ام هي درجه الحراره الصفر المطلق مع درجه الحراره النظاميه زائد 25 درجه. هدول لازم تتذكرون من مواد انصاف المواقف، تمام؟ طيب معناتها هلا شو لازم اطالع من هي المعادله انا؟ التي هدول لازم هذا المتحول بدي اياه موجود بحدين، لازم اسحبه واطالع حد والخبط المعادله شوي لبين ما تطلع معي قيمه التي. الار تي شو هي؟ عم بقيس الجهد على طرفين فبحسب بحسبها صح؟ مقاومه الانتسي ار تي الحاليه فبطلع معي درجه الحراره. طيب اذا هي العلاقه متعلقه بايش؟ بمعادله الاي دي سي، ما فينا نبسط هذا الحكي وهي تعقيده او تطلع معنا المعادله هيك بعد التبسيط. تي ايش تساوي درجه الحراره؟ هي عباره عن البتا بلوغاريتم الجهد المطبق على قناه المبدل التشابه الرقمي على جهد المرجع ناقص الجهد المبدل التشابه الرقمي زائد بتا على قيمه التي ام اللي هي عباره عن ال 298 يعني الصفر المطلق زائد درجه 25 ناقص تي زيرو اللي هي 273 درجه حراره الصفر المطلق، تطلع معي هيك المعادله. فانت مضطر تبرمج هاي المعادله، للاسف راح تبرمجها حد حد، يعني اول شيء بتيجي ايش بتعمل؟ بتطرح هي من هي، بعدين بتقسم هي على هي، بعدين بتاخذ اللوغاريتم تبعهم، بعدين بتجمع معهم القيمه هي، بعدين بتقسم البت على الناتج، بعدين بتطرح منهم قيمه تي زيرو. لانه هون نساويهم عباره عن عمليه فاجباري بدك تساوي هيك، ما عندك خيار ثاني. طيب على الدارة التطبيق العملي في عندنا المقاومة ان تي سي مع مثل ما شايفين مع نفس مبدا ال ال دي ار، في عندي مقاومة من فوق 10 كيلو عند درجة حرارة 25 الجهد هون ايش قال؟ 2.5 فولت، فاجباري انا لازم استخدم الفي ريفرنس الخارجي، هذا عبارة عن مرشح تمرير منخفض وموصولة مع القناة رقم 2 بي اي 2 يعني الاي دي سي 2. طيب خلينا نروح على البرنامج، هاي الان تي سي الاي دي سي حطينا الفي ريفرنس اي في سي سي، تمام؟ وعرفنا متحولات مثل العاده الان تي سي كوورد اقرا محتوى المسجل، حطيت الجهد المرجعي 5. هلا بنجي على البتا، قال البتا ايش قد؟ بحطه كونست لانه هو ثابت 2450. التي ام ايش قد؟ هدول كلهم كونست ما بتغيروا، عرفهم كثوابت وارتاح منهم 298. طيب في عندي البتا على تي ام، اذا رجعنا للمعادله هدول انا ليش احسبهم طالما هي ثابته؟ البتا ثابت صح؟ والتي ام ثابت صح؟ طيب خلص حطهم كونست، كونست بتا تي ام ايش بيساوي؟ بتا على تي ام. طيب ليش حطيته ما حطيت قيمه مباشره؟ انا مشان اذا غيرت المقاومه بدها تغير معك البتا، تمام؟ فمشان ما ترجع تحسبها خلص هون الكونست لحاله بحسب لك اياها، وبشترط عليك الكونست انه ايش يكونوا المتحولات الموجوده فيه؟ من نوع كونست، بشترط عليك انه يكون من نوع كونست. خلصنا من هي الشغله، نزل لتحت Go Subbreathe ADC مثل اي عاده موجود على القناه الثانيه، اقرا لي الاي دي سي وحط لي اياه في المتحول ان تي سي. طيب بعدين Go Subcalc Temperature بدنا نروح نطبق المعادله السحريه الموجوده عندنا، نجي هون Calc Temperature Far يساوي لاحظ 1024 ناقص قيمه الاي دي سي، نرجع للمعادله 1024 وين ال ايه تمام لوغاريتم، خلاص استعملت المعادله الثانيه في اي دي سي. ايه ما استعملت معادلة الجهد، استعملت معادلة الاي دي سي فاليو. يعني هلا نحن بمعادلة الاي دي سي فاليو بدك ترجعوا للنقطة شباب. ليكتشر 7. هلا بنقول لكم. نحن بدل الفي اي دي سي احسبه، لأنه بدي احسب الفي اي دي سي ايش ممكن اخذ؟ اخذ الاي دي سي فاليو نفسها، اطبق منها المعادلة.
هاي المعادلة اللي اشتغلنا عليها V ADC على الـ V reference ناقص ADC، بس أنا ما فيني أخذ الـ ADC value الـ 1024، يعني الحالة المعاكسة له إنه أنا ما أطلع، نحن كان عنا ADC إيش تساوي؟ V in بـ V reference على 1024. طيب الـ V in إيش تساوي؟ ADC value بـ 1024 على الـ V reference، فنفس المبدأ أنا مشان ما أحسب الـ V in فباخذ رأسا الـ ADC value قيمة جازفة وبطبق هاي المعادلة، مطبق هاي المعادلة شايفينها؟ لاحظ 1024 ناقص ADC value، نجي لهون 1024 ناقص ADC value قرأته تمام؟ بعدين دقسم ADC value على القيمة اللي حسبتها، ADC value على الفار القيمة اللي حسبتها، بعدين بدي أخذ اللوغاريتم تبعه، بعدين بدي أجمع مع البتة على TM اسمها بتة TM ثابت فوق تمام؟ ليك بعدين بدي أقسم بتة على الناتج كلي، قسمنا البتة على الناتج كلي اللي حسبناه، بعدين بدي اطرح منها القيمة T0، طرحنا منها القيمة T0 خالصة خالصين. طيب T0 هي بالكلفن؟ ايه بالكلفن، ايه طبعا المعادلة هي كلها بالكلفن. طيب اللوغاريتم هو الـ N؟ لا هذا اللوغاريتم العشري، ايه العشري. طيب خلصنا F7 مساوي كومبايل وبدنا نطبع حاليا، بس مكتوبة هيك المعادلات L. لا المقصود فيه اللوغاريتم العشري، اذا رجعنا للداتا شيت انا هي زمان دققت فيها، ايه بيقول لك هلا هون بيكتب لك بيقول لك انه المقصود فيها هو اللوغاريتم العشري. ثواني عفوا، اللوغ في الباسكوم اي في ار هاي هذا اللوغاريتم الطبيعي، هذا اللوغاريتم الطبيعي في لوغ 10 هو اللوغاريتم العشري. ها انتبهوا على الشغله، لوغ هذا الناتشورال لوغاريتم، لوغ 10 صح كلامكم صح، لوغ 10 هو البيز 10 لوغاريتم تمام، فهو لازم كان يسميهم ln، بس ln مستعمله هي الكلمه المفتاحيه لغير شغله، فاللوغ هنا مقصود فيه اللوغ اللوغاريتم الطبيعي. طيب منبرمج طيب افتح نافذة تسلسلية اطبع لي هلا درجة الحرارة بالسيليوس وبالفارنهايت شباب، اذا حمينا قيمة المقاومة فبزداد درجة الحرارة وهكذا. طيب هلا السؤال الاخير انه شو الفرق بين حساس الحراره LM35 استخدام كاستخدام وبين الانتسه، اثنين عم يعطوني درجه حراره واثنين خطا تبعهم اسرع؟ لا هو اسرع نفس المبدا، بس انا هون مبطل زمن العينات نفس الترتيبه تمام، بس الفكره هي على الشكل التالي انه حساس LM35 هو عباره عن حساس تشابهي. طيب كل درجه حراره شقد 10 ملي فولت. طب انا اذا وصلت اسلاك وبعدت الحساس تقريبا شيء 10 امتار راح ما راح يصير جهد، ما راح يقيس شيء، 10 فولت على 10 امتار اسلاك راح يهبط، ما راح يقيس شيء، راح يهبط ال 1 فولت كل مجال القياس ما راح يقيس شيء. طيب الانتسه هي عباره عن مقاومه تتغير عند درجه الحراره، ايش بتغير؟ قيمه المقاومه. طيب سلك طوله 10 امتار شد مقاومته؟ صفر، ما مهمل المقاومه ما بنحكي فيها طاول تمام، وبالتالي انا فيني استخدم الانتسه لما بيكون في عندي بحتاج لحساس حراره بعيد عن النظام، لهيك بتلاقي مقاومات الانتسه مستخدمه بالتطبيقات الصناعيه، بتلاقي بيجي مع مقاومة الانتسه كابل طوله شيء 5 امتار. الساعه الموجوده في واجهه الكليه اللي نحن معلقينها في معها حساس انتسه طول كابله 5 امتار، فالساعه معلقه والحساس موجود على الحيط ما هو موجود ضمن داره المايكرو، بينما بالنسبه للال 35 بدك تلحمه اقرب ما يكون الى مدخل المبدل التشابهي رقمي ار مشان ما يصير في تشويش بالدرجه الاولى، لانه 10 ملي فولت التشويش احيانا بيصير 1 فولت، ف10 ملي فولت فبيقول لك انه الحساس لازم يكون قريب جدا لقناه التبديل التشابهي الرقمي، ما لازم يكون المسار طويل ولا بصير فيه تشويش، فانا ما فيني ابعده عن دارة المايكرو، فلهيك بهيك تطبيقات بنستخدم مقاومه الان تي سي. هيك بيكون خلصنا هي الجلسه، الجلسه القادمه ان شاء الله رح ناخذ ببقى لنا فكره كثير بسيطه هي نمط تخفيض الضجيج للمبدل التشابهي الرقمي، كثير بسيطه الفكره، يعني رح نشغل المبدل التشابهي الرقمي في نمط المقاطعه، بنخلصها نحكي شوي على ايبروم ندخل بالفقرات اللي بعدها تبعت النافذه التسلسليه، طبعا بكره ان شاء الله. في حدا عنده سؤال لهون؟ طيب.